قليلون من استطاعوا أن يحفروا اسمهم كعلامة بارزة في تاريخ الموسيقى المصرية والعربية، لكن الأكثر ندرة هو من استطاع أن يصنع في سنوات قليلة تراثاً يبقى عشرات السنوات. إنه فنان الشعب سيد درويش. قم يا مصري مصر دايماً بتنادي، قد نصري نصر بنوارد عليك. ولد سيد درويش في حي كوم الدكة في الإسكندرية عام 1892، وتعلم في المعهد الديني، وبدأ حياته الموسيقية بصحبة الشيخ سلامة حجازي، وشق طريقه إلى عالم الغناء من مقاهي الإسكندرية. وقد عانى سيد درويش في صغره، وعمل في مجال البناء كي يستطيع الإنفاق على نفسه وعلى زوجته التي تزوجها وعمره 16 سنة. قدم سيد درويش عدداً كبيراً من القطع الموسيقية التي سبقت عصرها، منها زوروني كل سنة مرة، وأنا هويت وانتهيت، وهدى اللي صار. كما صاغ ألحان أوبريتات خالدة مثل العشرة الطيبة، وتعاون في صناعة العديد من المسرحيات مع سلامة حجازي وجورج أبيض ونجيب الريحاني وعلي الكسار، ليترك بصمة كبيرة في تاريخ المسرح المصري. واستطاع درويش أن يجعل من الأغنية ضميراً للأمة، وقد تجلى ذلك في العديد من الأغاني مثل قوم يا مصري وأنا المصري وبلادي بلادي. وفي 10 سبتمبر 1923 رحل الموسيقار سيد درويش وعمره 31 سنة، لكنه ترك تراثاً موسيقياً هائلاً خالداً في وجدان المصريين.